المصحة دي ممتازة ومكانها مش بعيد، يعني هتسهل السيارات جدا. بعدين مديرها دكتور زميل ليا، يعني انا هبقى بتابع علاجك بس من بعيد شويه. شكرا يا دكتور. حبيبتي. طب هي هتقعد في المصحه دي فتره طويله؟ يعني من شهرين لست شهور تقريبا حسب استجابتها للعلاج، بس كويس قوي ان الفتره الاولى تكوني جوه المصحه عشان بتجيب نتيجه اكتر بكتير من العلاج من بره بره ده. وبعدين نعمل اعاده تقييم ونشوف. طيب واعراض الانسحاب، يعني هي بتخوف وبتوجع؟ تقلقيش خالص، أول فترة هيدوكي مواد أقل ضرر بس بتديكي نفس التأثير، وشوية شوية بيخفوها لغاية ما يوقفوها خالص وتستغني عنها. مش عارفة أقول إيه لحضرتك. Thank you. بجد أنا عارفة إنك جيتي لحد هنا علشان خاطر بليغ. عهد، عهد وخدته على نفسي إن هعالج أي حد من طرف بليغ أبو الهنا لمدة سنة مجانا. يعني قدامك وقت تقدري تستغلي الأوفر ده يا شريفة هانم. ليه؟ ما انت شايفاني مجنونه؟ لا لا عفو، مش قصدي، بس حسب كلام بليغ عنك قدرت استنتج حاجات كتير وعملت لك تشخيص للحاله بتاعتك كمان. والله ما هو حضرتك الادمان بيبقى يعني ممكن يبقى ادمان كحول، ادمان على الشغل، ادمان مواد مخدره، والدرجات تختلف كمان. وحكى لك ايه بقى يا اختي بليغ؟ حكالي حاجات كتير قوي. اهم حاجه انك مدمنه تحكم وسيطره. انت عايزه تتحكمي وتسيطري على كل حاجه جنبك وتمشي كل حاجه زي الالف، واي حاجه بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. تضحكي على ايه؟ الكلام ده مش صحيح على فكره. ممكن يبقى مظبوط ممكن يبقى لا، ما اعرفش، بس عموما لو نفسك تتكلمي تعالي للعياده وهندردش مع بعض. ثانك يو. باي يا حبيبتي. على ايه؟ شريفة هانم، لو غيرت رأيك كلميني، والله مش هتندمي وببلاش. يلا باي. باي باي. ما جايبك يا بليغ، ما جايبك. مش كنا نتعالج مع الدكتور وسيم كان أحسن؟